يلا ماما ماما خديني السوق معاك يا ماما. المعمل عازل منه اصلا في ناس خلاص برضه خلاص
الاثنين؟ اه. ومين سيريا وقال سيرنا هي ايه ده؟ يا ابني انت كاتب الارض ولا كاتب مش عارف والله. ما بنسمعش كلام امه. كلام كتير يا فندم. الحمد لله. انا هقول لك بقى يا فندم ايه اللي في الاكل ده؟ اول حاجه هقول لك ايه اللي هو؟ فادي 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 وكل ده بيجيبوا الشيبسي طبعا.
احنا بنقدر نحدد التوكسين دوت بمجموعه من الايه، مجموعه من الكيميكالز رياكشن زي اللي عملوها في المعمل عندنا، منها تي ال سي ومنها الايزا او اي تكنيك المعمل بيعمل بيه، بحيث ان احنا نقدر نحدد فيه نوع الاكوتوكسين اللي احنا عايزينه. ولقينا الترنايا، ولقينا امراض كتير، وكل دوت هو اللي سبب اكتر حاجه يعني من اسباب الاسبراس. بس شكرا تركتوني.